الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نستكمل حديثنا في شرح دروس مادة الأحياء للصف الثالث الثانوي القسم العلمي، حيث توقفنا في درسنا السابق عن تأثير العوامل غير حية على البيئة الحية، ونبدأ اليوم بالحديث عن المنظومة البيئية. والمنظومة البيئية تتكون من تفاعل الكائنات الحية مع بيئتها غير الحية. واستخدم المنظومة البيئية عادة الطاقة، وتحصل على الطاقة من الشمس، وأيضا تستخدم المنظومة البيئية المواد المغذية التي سنتناول بالتفصيل كيف دوران الطاقة والمواد الغذائية في المنظومة البيئية. أما تعريف نضيف تعريف آخر، فهو ما يعرف بالمحيط الحيوي. والمحيط الحيوي يشمل جميع البيئات الحية على الكرة الأرضية. كذلك نتطرق في الحديث عن مستويات التنظيم في البيئة، ومستويات التنظيم تعرف بكلمة التعضي، حيث يبدأ تسلسل تكوين الكائنات الحية من خلية، ثم النسيج، ثم مجموعة الأنسجة تكون الأعضاء، ثم الأعضاء تساهم مع بعضها في تكوين الأجهزة، والأجهزة تكون الكائن الحي. وأفراد النوع الواحد من الكائن الحي تسمى عشيرة، والأنواع المتعددة من الكائنات الحية تسمى مجتمع، التي تتكون مع المكونات الغير حية لتكون ما يعرف بالمنظومة البيئية. والمنظومات البيئية المختلفة الموجودة على الأرض تعرف جميعها بما يعرف بالمحيط الحيوي. فإذا أبسط مكونات الكائنات الحية هي الخلية، التي تندمج مع كل مجموعة من الخلايا لتكون الخلايا المتشابهة، تكون ما يسمى النسيج، والأنسجة تكون الأعضاء، والأعضاء تكون مع بعضها الجهاز، والأجهزة تكون الكائن الحي، وأفراد النوع الواحد من الكائن الحي تكون ما يعرف بالعشيرة أو السكان، والعشائر المختلفة الأنواع المختلفة تكون ما يسمى بالمجتمع، والمجتمع هو المكونات الحية مع المكونات غير الحية تكون ما يعرف بالمنظومة البيئية. والمنظومات البيئية المختلفة على الأرض مثل اللي هي المنظومة البيئية البحرية أو الغابتية أو الصحراوية، كلهم مع بعض تكون ما يسمى بالمحيط الحيوي. نبدأ بالمكونات للمنظومة البيئية، وكما سبق إن قلنا المنظومة البيئية تشمل المكونات الحية والمكونات الغير حية. المكونات غير الحية تناولناها في درسنا السابق عندما ذكرنا تأثير العوامل غير الحية على البيئة الحية أو المكونات الحية. أما المكونات الحية فتعرف باسم المجتمع، هي أفراد جميع أنواع الأفراد المختلفة المكونة البيئة. والمكونات الحية قلنا تسمى مجتمع، وتشمل أول شيء الكائنات المنتجة، والكائنات المنتجة هي الوحيدة التي تستطيع الاستفادة من الطاقة الشمسية وتحويلها إلى طاقة كيميائية في صورة مركبات عضوية من خلال عملية البناء الضوئي. ولذلك من يشكل الكائنات المنتجة هي النباتات، وتعتبر النباتات هي الكائن المنتج. والنباتات المنتجة أو الكائنات المنتجة اللي النباتات الخضراء هي أهم مكونات المجتمع أو المكونات الحية، لأن هي التي تستطيع توفير الطاقة وتوفير الغذاء وتوفير الأكسجين لبقية الكائنات الحية. فإذا أول مكونات المنظومة البيئية من المكونات الحية هي الكائنات المنتجة، وهي النباتات الخضراء، وهي الأهم كونها هي مصدر الأكسجين والطاقة والغذاء لبقية المكونات اللي البيئة أو السلسلة الغذائية. ثم هناك ما يسمى بالكائنات المستهلكة، وهي تشمل الحيوانات بأقسامها المختلفة، أولها أكلات الأعشاب، وأكلات الأعشاب تسمى مستهلك أساسي أو أولي أو رئيسي. ثم الكائنات الأخرى هي المستهلك الثانوي أو ما يسمى أكلات اللحوم، وتسمى بالمستهلك الثانوي، وهي التي تتغذى على الحيوانات أكلة الأعشاب. ثم المستهلك الثالث وهي أكلات اللحوم، حيث على سبيل المثال عندما كائنات منتجة مثل اللي هي المنتجة هي الأعشاب أو النباتات الخضراء بشكل عام، والأرانب أو ما اللي أكلات الأعشاب تمثل اللي هي أكلات الأعشاب أو المستهلك الثانوي،
وأكلات اللحوم هي مثلا على سبيل المثال اللي هي الثعابين التي تتغذى على الأرانب أو غيرها، ثم أكلات اللحوم على سبيل المثال اللي هي إذا نصر تناول اللي هي ثعبان فيعتبر آكل اللحوم وتسمى مستهلك ثالث. وكذلك لدينا كائنات أخرى تأكل الجيف مثل الضباع والنسور وتسمى كائنات رمامة أو آكلات الجيف. ثم ننتقل إلى نوع آخر من الكائنات الحية هي اللي هي الكائنات الطفيلية، والطفيليات هي كائنات غالبا تكون أصغر حجم من الكائن التي تتطفل عليه الذي يعرف باسم العائل. والطفيليات تنقسم إلى طفيليات داخلية وأخرى خارجية. على سبيل المثال مثل على الطفيليات اللي هي الخارجية وهي اللي البعوض أو القمل أو ما غيره من اللي هي الكائنات المتطفلة الخارجية. أما الداخلية مثل الديدان والحيوانات الأولية التي تعيش داخل أجسام الكائنات الحية الأخرى. كذلك لدينا كائنات مفترسة وهي حيوانات عادة تكون أكبر حجما من الفريسة، ولذلك هناك اختلاف بين المتطفل والعائل والمفترس والفريسة. فغالبا المفترس يكون أكبر حجم من الحيوانات التي يتغذى عليها، بينما الطفيل يكون أصغر عادة حجما من الكائن الذي يتطفل عليه الذي يسمى بالعائل. كذلك لدينا كائنات مهمة تناولناها في الوحدة الأولى وهي الكائنات المحللة. والكائنات المحللة هي التي تمثل اللي هي حلقة الوصل بين البيئة الحية والبيئة غير الحية، وأهمها هي البكتيريا والفطريات المترممة حيث تعمل كحلقة وصل بين البيئة الحية والبيئة غير الحية. أما المكونات غير الحية في المنظومة البيئية وقد سبق الحديث عنها في درسنا السابق. نأتي الآن للحديث عن انسياب الطاقة والمواد في المنظومة البيئية، لأن نحن ذكرنا أن في المنظومة البيئية تستهلك الطاقة وتستهلك المواد المغذية، ولذلك سنلاحظ كيف تدور المواد المغذية والطاقة في المنظومة البيئية، وهذا الشكل يوضح لنا انسياب الطاقة والمنظومة البيئية في البيئة. فهنا سنلاحظ أولاً اللي هي تدخل الطاقة من خارج المنظومة البيئية عن طريق أشعة الشمس، يستفيد منها الكائن المنتج وهو النباتات الخضراء الذي يحول هذه الطاقة إلى طاقة كيميائية في صورة مركبات عضوية تنتقل من الكائن المنتج إلى المستهلك الأولي أو الأساسي وهي الحيوانات أو الكائنات آكلة الأعشاب، التي بدورها تنتقل منها المادة المغذية إلى في صورة طعام أو في صورة مادة غذائية تنتقل منها إلى الحيوانات آكلة اللحوم وما يعرف بالكائنات المستهلك الثانوي، ثم تنتقل منها إلى المستهلك الثالث اللي هو آكل اللحوم. وهذه الكائنات بشكل عام قد توجد عليها طفيليات، وأيضا عند موتها تنشط عليها الكائنات المحللة والكائنات المترممة التي تعمل بدورها إلى تحويلها إلى مواد غير حية بسيطة في الجزء الغير حي من المنظومة البيئية. لأن سنلاحظ اللي في داخل المربع الأخضر الكبير هذا الجزء الحي من المنظومة البيئية، بينما الجزء البرتقالي اللون هذا اللي هو الجزء غير الحي في المنظومة البيئية. فسنلاحظ الكائنات المحللة هي التي أخرجت اللي هي المواد من المكونات الحية في صورة تحليلها لبقايا الكائنات الحية في صورة ثاني أكسيد الكربون وأملاح وماء، وتخرج هذه المواد لتدور داخل المنظومة البيئية في الجزء الغير حي الذي يعود بدوره على النباتات التي تستفيد منه في عملية البناء الضوئي. ولذلك لاحظنا بشكل بسيط وواضح أن المواد تدور بشكل انسيابي وشكل دوري داخل المنظومة البيئية، في حين أن هذه الكائنات الحية كانت تفقد الطاقة في صورة عملية حرارة أو تنفس أو اللي هي كذلك في صورة فضلات تتحلى وتخرج منها الطاقة في خارج المنظومة البيئية ولا تعود بشكل دوري على مصدر الطاقة. وبالتالي إذن سنلاحظ أن الطاقة تنساب بشكل غير دوري في المنظومة البيئية، بينما المواد تدور بشكل دوري في المنظومة البيئية. أيضا هذا منظر آخر يوضح لنا أو شكل آخر يوضح لنا انسياب الطاقة في المنظومة البيئية، حيث أن الطاقة نحصل عليها من الشمس أول من يستفيد منها وهو الوحيد الذي يستفيد منها النباتات الخضراء تحصل على الطاقة،
ولكن جزء من الطاقة يفقد في عملية التنفس بالنسبة للنباتات، وجزء آخر ينتقل في صورة مادة عضوية إلى بقية الكائنات المستهلكة الأخرى، ثم الكائنات المستهلكة تفقد جزء من الطاقة في عملية إخراج العرق مثل البولينا واليوريا والأشياء هذه، وكذلك خروج الفضلات الأيضية اللي هي كالبراز تحوي على بعض المواد العضوية التي بها كمية من الطاقة، وجزء من الطاقة يفقد ينتقل في صورة مادة غذائية للمستوى الغذائي الآخر، وهكذا سنلاحظ في كل مستوى غذائي جزء من الطاقة يفقد ولا يعود إلى مصدره، أما المواد تدور بشكل دوري ولكن الطاقة تدور بشكل غير دوري، فأنا هناك اللي هي الطاقة التي تفقد في المنظومة البيئية ولا تعود، وهذا يدلنا على أن اللي هي الطاقة تنساب بشكل غير دوري في المنظومة البيئية، أما المواد فتنساب بشكل دوري في المنظومة البيئية. نأتي إلى موضوع آخر وهو يتكون أو يتكلم عن ما يعرف بالسلسلة الغذائية. السلسلة الغذائية هو انتقال الطاقة بين مجموعة من الكائنات الحية في صورة مادة غذائية، أو نقدر نقول عليها بتعريف آخر هي مجموعة كائنات حية تنتقل من خلالها الطاقة في صورة مادة عضوية أو ما يسمى بالغذاء بين هذا. ومن أمثلتها على سبيل المثال هذا المنظر أو الشكل اللي أمامكم، سنلاحظ العشب تنتقل مادة المادة الغذائية العضوية اللي موجودة فيه إلى الأرنب، ثم الأرنب تنتقل مادته العضوية إلى الثعبان، والثعبان تنتقل مادته الغذائية إلى النسر، فهذه تمثل من صور اللي هي السلاسل الغذائية المعروفة. فإذا السلسلة الغذائية هي انتقال الطاقة في صورة مادة عضوية بين مجموعة من الكائنات الحية. وهذه مشهد آخر أو أشكال أخرى لأشكال السلاسل الغذائية المختلفة، فهذه نوع من السلاسل الغذائية كيف اللي سبق اللي نفس اللي ذكرناه سابقا، وهذه أيضا صورة أخرى نبات مائي ويرق الضفدعة، وهذه بعض الحشرات اللي تعيش في الماء العالقة، وكذلك الضفدعة تمثل اللي السلسلة الغذائية تنتقل من النبات الأخضر. وسنلاحظ دائما تبدأ السلاسل الغذائية بكائن منتج، ثم كائن مستهلك أولي اللي هو آكل الأعشاب، ثم آكل اللحوم المستهلك الثانوي، ثم آكل اللحوم المستهلك الثالث، وهذه تمثل بعض صور اللي هي السلاسل الغذائية. أيضا سنلاحظ أن في السلاسل الغذائية يوجد لدينا مستويات غذائية، يسمى هذا المستوى الغذائي الأول، المستوى الغذائي الأول، المستوى الغذائي الثاني، المستوى الغذائي الثالث، المستوى الغذائي الرابع. كذلك نسمي كل نبات أو كل عفوا نسمي كل مستوى غذائي بوظيفته، فالجزء الأول من السلسلة الغذائية هو العشب وهو الكائن المنتج، فيسمى كمجموعة وظيفية كائن منتج، ثم هذا يسمى كائن مستهلك أولي، ثم يسمى هذا مستهلك ثانوي، وهذا يسمى مستهلك ثالث. فلدينا اللي هي السلسلة الغذائية، ولدينا المستويات الغذائية الأول والثاني والثالث والرابع على حسب طول السلسلة الغذائية، ثم المجموعة الوظيفية التي تمثل وظيفة كل اللي هو مستوى غذائي، حيث العشب يشكل الكائن المنتج كوظيفة، وآكل الأعشاب يسمى كائن مستهلك أولي أو رئيسي أو أساسي، ثم آكل اللحوم وهو الكائن المستهلك الثانوي، ثم آكل اللحوم يسمى مستهلك ثالث. مثال على الشبكة الغذائية، ما هي الشبكة الغذائية؟ هي عندما تتعدد العلاقات الغذائية بين مجموعة من الكائنات الحية لا يطلق عليه اسم سلسلة غذائية، وإنما تسمى شبكة غذائية. فتعدد العلاقات الغذائية بين مجموعة من الكائنات الحية تسمى بشبكة غذائية، وهذه منظر يوضح لنا صورة من صور اللي هي الشبكات الغذائية. سنلاحظ هنا نبات عشب مائي له أكثر من كائن يستهلك فيه، مثل هنا بعض يرقات الحشرات، وهنا اللي هو كذلك الجرادة أو النطاط ما يسمى النطاط وحشرة المن، جميعها تتغذى على الكائن المنتج. وهنا سنلاحظ أن حشرة المن تتغذى عليها الدعسوقة أو ما تسمى خنفساء أبو العيد أو سيدة الخنفس الطائرة. وهنا سنلاحظ أيضا هناك عدة كائنات مستهلكة أساسية، وسنلاحظ أن الدعسوقة كانت مستهلك ثانوي، وسنلاحظ أيضا أخرى أن هناك اللي هو يتغذى على العديد من المستهلكات الثانوية هو المستهلك الثالث، وهذا اللي هو العنكبوت يمثل المستهلك الثالث، ثم المستوى الغذائي الثالث،
ثم سنلاحظ الطائر يعتبر المستهلك النهائي أو اللي هو المستهلكات المستوى الثالث، فسنلاحظ هنا تعدد اللي هي مصادر الغذاء بالنسبة للعنكبوت وتعدد مصادر الغذاء للطيور، وهذه الكائنات تعتمد على مصدر على سبيل المثال واحد. وهنا سنلاحظ نقطة مهمة، أن كل ما كان للكائن تعدد مصادر التغذية كل ما كانت فرصة بقاء أفضل من أن يكون مصدر واحد للغذاء بالنسبة للكائن واحد. واللي يهمنا في الأمر هنا أن الشبكة الغذائية هي عبارة عن عدة علاقات غذائية لمجموعة من الكائنات الحية وليست في خط واحد كما هو الحال في السلسلة الغذائية. نأتي الآن إلى ما تسمى بالأهرامات البيئية. الأهرامات البيئية هي تمثيل للسلاسل الغذائية في صورة رسم بياني لكل من العدد والكتلة والحيوية ومحتوى الطاقة لكل مستوى غذائي، أي أن عدد الكائنات الحية في كل مستوى غذائي يمثله هرم الأعداد، وأن كتلة المادة الحية في كل مستوى غذائي يمثله هرم الكتلة، وكمية الطاقة الذي يحصل عليها كل مستوى غذائي أو كمية الطاقة المتدفقة في كل مستوى غذائي تسمى هرم الطاقة، وهذه تمثل برسم بياني تسمى أهرام أو أهرامات البيئة. وفي الغالب تكون هذه الأهرامات ذات قاعدة عريضة وتقل تدريجيا كلما اتجهنا إلى قمة الهرم. نبدأ بما يعرف بهرم الأعداد، وهو يمثل عدد الأفراد في كل مستوى غذائي. فهرم الأعداد هو الذي يمثل عدد أفراد كل نوع في كل مستوى غذائي. ومن أمثلتها على سبيل المثال السلسلة الغذائية السابقة الذكر اللي ذكرنا فيها الأعشاب والأرنب ثم الثعبان ثم النسر. على سبيل المثال لو فرضنا أن النسر يحتاج يوميا في غذاءه إلى ثعبان واحد، إذن على مدار الشهر هذا النسر سيحتاج إلى 30 ثعبان، فإذا في هذه البيئة يجب أن يتوفر مع كل نسر ما يقارب 30 ثعبان كي يتوفر له غذاء على مستوى الشهر. كذلك لو فرضنا أن الثعبان يتغذى يوميا على أرنب، فإن هذا الثعبان سيحتاج على مدار الشهر إلى 30 أرنب، وبما أن هناك 30 ثعبان فإذا نحتاج إلى 900 أرنب كي تكون هناك كمية متوفرة من الطعام بالنسبة للثعبان. ولذلك سنلاحظ أن النسر واحد 30 ثعبان ثم 900 أرنب. أما الأرنب فلو فرضنا أنه يتغذى على 10 أعشاب يوميا، فإن كل أرنب يحتاج في على مدار الشهر إلى 30 عشب، ولكن في حين أن الأرنب يوجد منه 900 أرنب وكل أرنب شهريا يحتاج إلى 300 عشب، فإن على مدار الشهر سيحتاج كل اللي هي المنظومة البيئية هذه تحتاج إلى حوالي تقريبا 270 ألف نبتة أو عشب. ولذلك سنلاحظ يجب أن يكون في هذه المنظومة كي تكون متوازنة ومنتظمة سيكون عدد الأعشاب بكمية كبيرة جدا، ثم يليها في العدد الأرانب ثم الثعبان ثم النسر. ولذلك سيكون هرم الأعداد في هذه السلسلة الغذائية متدرج، من حيث الكائن المنتج يكون أكبر عددا، وقاعدة للرسم البياني لهذا الهرم ستكون كبيرة جدا، ثم تقل تدريجيا كلما اتجهنا إلى المستوى الغذائي الذي يليه. وهنا إذن نفهم من هرم الأعداد أنه يمثل عدد الأفراد في كل مستوى غذائي. نأتي إلى هرم الطاقة، وهو يمثل معدل تدفق الطاقة في كل مستوى غذائي، حيث يفقد جزء كبير من الطاقة في البيئة أثناء انتقال الطعام من مستوى غذائي إلى مستوى غذائي الذي يليه، في صورة ما اللي هي الحرارة اللي تفقد أثناء عملية التنفس، أو في صورة المواد الغذائية اللي تخرج في صورة مادة عضوية في صورة مادة غير كاملة الهضم في البراز وهي محتوية على جزء من الطاقة، كما يخرج في اللي العرق وفي البول كمية من اليوريا وهي مركبات عضوية تحتوي على نسبة من الطاقة. فإذا ليس كل المادة الغذائية وطاقتها تنتقل للمستوى اللي، لأن هذه الصور المختلفة من فقد الطاقة بين المستوى الغذائي والمستوى الغذائي الذي يليه. وتقدر الطاقة المفقودة عند النقل من مستوى غذائي إلى المستوى الذي يليه بحوالي 90%، وكمية الطاقة المنقولة إلى المستوى الذي يليه فقط تكون 10%. فإذا نفهم من ذلك أن ليست كل الطاقة تنتقل من مستوى غذائي إلى مستوى الغذائي الذي يليه، إنما يفقد الجزء الأكبر منها في صورة قلنا المواد اللي ذكرناها في عملية التنفس، وفي صورة الفضلات العضوية الغير مهضومة كالبراز واليوريا اللي تخرج في البول والعرق،
ونسبة بسيطة من الطاقة هي اللي تنتقل للمستوى الغذائي الذي يليه وتقدر بحوالي 10%. وأنا هذا المشهد نلاحظ فيه تلاشي الطاقة من المستوى الغذائي إلى المستوى الذي يليه، فهنا على سبيل المثال النبات يحصل على اللي هي قدر كبير من الطاقة في اللي هي من حصولها من خلال عملية البناء الضوئي، ولكن العشب جزء منه يفقد الطاقة بنسبة 90% و10% هي اللي حتنتقل إلى على سبيل المثال الجرد أو الأرنب، ثم 90% منها يفقد في صورة اللي ذكرناها، الصور الثلاثة اللي ذكرناها لفقد الطاقة، وجزء اللي هو فقط 10%، وهكذا كل ما اتجهنا في السلسلة الغذائية المستوى الذي الأكبر والأعلى سنلاحظ اللي تقل نقص في كمية الطاقة للحصول عليها. وهذا ما يفسر قصر السلاسل الغذائية في الطبيعة، حيث أن أغلب الحيوانات المفترسة تتغذى على أكلات الأعشاب مباشرة كي يكون طول السلسلة الغذائية قصير كي تحصل على قدر كافي من الطاقة. الملاحظة هنا حنلاحظ أن أكبر قدر من الطاقة يفقد أثناء الانتقال في المستوى الغذائي الأول اللي هو من المستهلك أو من المنتج إلى المستهلك، أكبر قدر اللي هو 90% الأولى هي أكبر قدر، وأكثر الكائنات حصول على مقدار من الطاقة هي المستهلك الأولي، وأقلها حصولا على الطاقة هي المستهلك النهائي. فعلى سبيل المثال كما ذكرنا في السلسلة الغذائية السابقة اللي هو تبدأ بالعشب والأرنب والثعبان والنسر، سنلاحظ أكثر حصولا على الطاقة هو الأرنب وأقل حصولا على الطاقة هي النسر. لذلك تفضل الكائنات أن تكون سلاسلها الغذائية قصيرة حتى لا تفقد قدر كبير من الطاقة. وهذا اللي هو المثال اللي قلنا عليه يمثل الهرم الطاقة، سنلاحظ أكبر طاقة توجد في الأول اللي هو الكائن المنتج، ثم تقل تدريجيا اللي هي في الكائن المستهلك الأولي، ثم تكون أقل في المستهلك الثانوي، ثم تقل في المستهلك الثالث. ولذلك كما ذكرنا سابقا أن هرم الأعداد أو هرم الطاقة دائما تكون قاعدته عريضة، وكلما اتجهنا إلى الأعلى تكون اللي هي مقدار الهرم أو الرسم يكون أضيق في الرسم، وهذا ما يشكل الشكل الهرمي، ولذلك سميت بأهرام البيئة. أما بالخصوص هرم الكتلة فيمثل كتلة المادة الحية في كل مستوى غذائي، ومن الأمثلة على ذلك اللي هو السلسلة الغذائية السابقة، حيث تكون أكبر كتلة اللي هي كمية الأعشاب التي يتغذى عليها الأرانب، ثم يليها كتلة الأرانب اللي قلنا حوالي تقريبا تشكل 900 أرنب، ثم كتلة الثعابين 30 ثعبان أكيد بالأقل حتكون أقل من كتلة اللي هي الأرانب، ثم كتلة النسر الواحد أقل من كتلة 30 ثعبان، ولذلك أيضا تمثل شكل هرمي وهو ما يعرف بهرم الكتلة الحيوية، وهو كتلة المادة الحية في كل مستوى غذائي من المستويات الغذائية في السلسلة الغذائية. أمثلة على تنوع هرم الأعداد. بما سبق ذكرناه أن لأهرام الكتلة والطاقة والأعداد شكل شبه ثابت، إلا أن هذا الكلام لا ينطبق تماما على أهرام الأعداد، حيث أن أهرام الأعداد قد تتغير، وهذا التغير يأتي على حسب السلسلة الغذائية، وخصوصا إذا دخل على السلسلة الغذائية وجود طفيل في السلسلة الغذائية، لأن دائما في الغالب أن الطفيليات تكون أصغر حجما وأكثر عددا من الكائن الذي تتطفل عليه. فنلاحظ هنا في سلسلة غذائية إذا كانت هذه شجرة يتغذى عليها ويتطفل عليها كثير من حشرة المن، وفي حشرة المن في كائنات دقيقة تعيش في أمعائه، سيكون إذن عدد الأشجار بالمقارنة مع حشرة المن المتطفلة على الشجرة سيكون عدد اللي حشرة المن أكثر من عدد الأشجار، وكذلك الكائنات الدقيقة اللي موجودة في أمعاء حشرة المن تكون أكثر بكثير من أعداد حشرة المن، ولذلك سيكون هرم الأعداد بهذا الشكل، حيث أن الأشجار أقل عددا، ثم يلي حشرة المن المتطفلة على الشجر، ثم الطفيليات اللي تعيش في أمعاء المن تكون أكثر عددا من حشرة المن. فسنلاحظ في الرسم أن هرم الأعداد قد يتغير شكله ويحدث له انقلاب تماما في شكله، حيث تكون القاعدة في الكائن المنتج قليلة،
ثم يليها الكائن المستهلك الأولي ثم المستهلك الثانوي، وهذا يدلنا على أنه قد يتغير شكل هرم الأعداد بتغير السلسلة الغذائية، وخصوصا إذا دخل في السلسلة الغذائية طفيليات. وهنا نذكر الملاحظة من جديد، يلاحظ تغير في هرم الأعداد عند دخول طفيل على السلسلة الغذائية، بينما في الغالب لا يتغير كل من هرم الكتلة وهرم الطاقة. مقارنة بين أهرم الأعدادات والكتلة الحيوية والطاقة للسلاسل الغذائية، فهنا على سبيل المثال حنأخذ عدة أمثلة على السلاسل الغذائية. هذا اللي ذكرناه في الأول، أن لاحظنا السلسلة الغذائية الأولى العشب والأرنب والثعبان والنسر أو الصقر، لاحظنا أن هرم الأعداد ثابت وينطبق معاه كل من هرم الكتلة وهرم الطاقة. أما في هذه السلسلة الغذائية اللي ذكرناها سابقا، أن الشجرة ثم حشرة المن ثم الكائن الدقيق الطفيلي اللي يعيش في أمعاء المن، لاحظنا أن هرم الأعداد انقلب وتغير، بينما هرم الكتلة وهرم الطاقة لم يتغير. كذلك في هذه السلسلة الغذائية اللي هنا شجرة فوق منها يتطفل عليها حشرة من، فإذا دخول طفيل لاحظنا هنا في طفيليات وهنا في طفيليات، والطفيل هذا يعيش عليه حشرة الدعسوق، والدعسوق هذا اللي قلنا سيدة خنفس الطائرة أو ليدي بيرت بيتل، والطائر يتغذى يفترس في هذه الحشرة. فإذا هنا عندنا وجود طفيل، ولذلك لاحظنا أن الشجرة هي الأقل عدد، ثم يليها اللي كان أكثر منها بكثير اللي هو حشرة المن المتطفلة عليها، ثم حشرة الدعسوق اللي كانت أكثر من الشجر ولكن أقل عددا من حشرة المن، ثم الطائر اللي كانت عدة طيور تعيش على هذه الشجرة. فلاحظنا هنا تغير هرم الأعداد، ولكن كل من هرم الكتلة والطاقة لم يتغير، لأن أكثر من يحصل على الطاقة هو الكائن المنتج، ثم الذي يليه والذي يليه والذي يليه، وكذلك كتلة الشجر أكبر بكثير من كتلة اللي هي حشرة المن، وكتلة حشرة المن الذي يتغذى عليها أكبر اللي هو من كتلة حشرة الدعسوقة، وكتلة الدعسيق أو النوع القنفس سيد القنفس الطائر هذه أكثر من كتلة الطائر الذي يتغذى على كميات كبيرة منها. فلذلك هرم الكتلة وهرم الطاقة لم يتغير، وكذلك الحال إذا خذينا اللي هو مثال على اللي هو السلاسل الغذائية الأخرى، مثل اللي هو هنا عندنا العشب، وهنا حصان حمار وحشي، وهنا ذبابة الخيل التي تتطفل على الحمار الوحشي. سنلاحظ أن العشب كان أكثر، ثم الحمار الوحشي كميته أقل أعداده، ثم اللي هو الطفيل، الطفيل بيشكل اللي هو عدد أكبر من الحمير الوحشية. فهنا أيضا تغير هرم الأعداد، ولكن كل من هرم الكتلة وهرم الطاقة لم يتغير. لدينا النقطة المهمة جدا، أن هرم الأعداد هو الذي يتغير بتغير السلسلة الغذائية، أما كل من هرم الطاقة وهرم الكتلة فهي ثابتة لا تتغير بتغير السلاسل الغذائية. نأتي الآن للحديث عن دور ثاني أكسيد الكربون في الطبيعة. ودور ثاني أكسيد الكربون في الطبيعة تمثل لنا أن هذه الدورة تمثل لنا انسياب المادة الغذائية في المنظومة البيئية، وكذلك سبحان الله توضح لنا عملية إعادة التدوير التي تتم في الطبيعة، حيث الآن من الطبيعي أن الإنسان يقوم بإعادة تدوير كثير من المواد سابقة الاستعمال، ولكن في الطبيعة تتم هذه العملية بشكل دوري، وهي عبارة عن دوران المواد في الطبيعة، وما يعرف بعملية اللي هي إعادة التدوير. ولكن ما يمثل إعادة التدوير بشكل طبيعي في الطبيعة هي دورة ثاني أكسيد الكربون، حيث أن تبقى نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي بما يعادل تقريبا نسبة 3% من 100%، وهذه النسبة في الغلاف الجوي شبه ثابتة بفعل عاملين مهمين. العامل الأول هو استخدام ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء، والعملية الأخرى هي طرح ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وهذه العمليتين تتم من خلال اللي هي الآتية. أولا عملية إزالة أو استخدام ثاني أكسيد الكربون من الهواء الجوي، وتتم عملية إزالة ثاني أكسيد الكربون من الهواء الجوي أو من الغلاف الجوي من خلال عملية البناء الضوئي التي تقوم بها النباتات الخضراء، حيث تمتص النباتات ثاني أكسيد الكربون من خلال عملية البناء الضوئي، حيث يدخل اللي هو ثاني أكسيد الكربون مع الماء في تكوين المادة الكربوهيدراتية اللي هي سكر الجلوكوز، التي تتحول في داخل النبات إلى مواد دهنية وبروتينية، تنتقل إلى اللي هي كمادة أساسية في تكوين النبات التي بدورها تتغذى عليها الحيوانات في السلسلة الغذائية. إذن
اللي ما يثبت نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي عاملين السين، هي عملية إزالة ثاني أكسيد الكربون وانطلاق ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي. العملية الأولى هي إزالة ثاني أكسيد الكربون من الهواء الجوي، وهذه تتم من خلال عملية البناء الضوئي التي تقوم بها النباتات الخضراء أثناء تكوين غذائها في اللي هي صورة مادة سكرية تتحول داخل النبات فيما بعد إلى دهون وبروتينات، ثم تنتقل في صورة مادة عضوية غذائية إلى الحيوانات في السلسلة الغذائية. ثانيا العملية الأخرى وهي عملية انطلاق أو اللي هي إخراج ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي، وهذه العملية تتم من خلال التنفس التي تقوم به جميع الكائنات الحية سواء نباتية أو حيوانية أو كائنات دقيقة، حيث يتم تكسير اللي هي السكر بفعل الأكسجين الذي ينطلق بدوره من الماء وثاني أكسيد الكربون، وتنطلق الطاقة اللازمة لأداء الوظائف الحيوية. فإذا أول عمليات إطلاق ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي تتمثل في عملية التنفس التي تقوم بها الكائنات الحية، ثم عملية الاحتراق التي تحدث للوقود الأحفوري التي ينطلق منها ثاني أكسيد الكربون، كذلك عملية التحلل التي تقوم بها الكائنات المحللة مثل البكتيريا المترممة والفطريات المترممة، حيث تعمل على إطلاق ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي. إذن نعرف من ذلك أن ما يستهلك ثاني أكسيد الكربون من الهواء الجوي هي عملية واحدة، هي عملية البناء الضوئي. أما ما يطلق ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي هي ثلاث عمليات، هي التنفس والاحتراق والتحلل. وهذا الشكل يوضح لنا دورة ثاني أكسيد الكربون في الطبيعة. أولا من يستهلك ثاني أكسيد الكربون في الطبيعة هي النباتات الخضراء من خلال عملية البناء الضوئي، حيث ينمو النبات ويكون المواد الغذائية ويكبر النبات، ثم تنتقل هذه المادة الغذائية من النبات إلى الحيوانات بشكل مختلف، ثم النبات يقوم بالتنفس فيطلق ثاني أكسيد الكربون، والحيوان يقوم بعملية التنفس فيطلق ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي. بعد ذلك سنلاحظ أن الحيوانات هذه والنباتات مصيرها أن تتحلل وتموت وتنشط عليها الكائنات المحللة، فعملية التحلل تعمل على إطلاق ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي، وكذلك اللي هي بقايا الكائنات الحية تتحول إلى في مع الزمن إلى وقود أحفوري. هذا الوقود الأحفوري عندما يتم احتراقه يعطينا ثاني أكسيد الكربون. فنفس الكلام اللي ذكرناه هي أن عملية التنفس وعملية التحلل وعملية اللي هي الاحتراق هي مصادر ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي، بينما اللي عملية البناء الضوئي هي الوحيدة التي تستهلك في ثاني أكسيد الكربون وتنقص من ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي. نأتي إلى آخر نقاطنا في درس اليوم، هي أهمية دور ثاني أكسيد الكربون. هذه الأهمية اللي تترخص في نقطتين مهمتين، أن أول هذه النقاط أن دورة الكربون توفر مصدر دائم من ثاني أكسيد الكربون للنباتات كي تقوم بعملية البناء الضوئي، ثم هذه العملية تسمح بانسياب الطاقة في صورة مادة غذائية أو عضوية خلال السلسلة الغذائية. فإذا أهمية دورة الكربون تترخص في نقطتين أساسيتين، هما أنها مصدر دائم للنبات للحصول على ثاني أكسيد الكربون للكلوريم بعملية البناء الضوئي، والنقطة الأخرى انسياب الطاقة في صورة مادة غذائية بين الكائنات الحية في السلسلة الغذائية. ونتوقف عند هذا القدر بمشيئة الله، نكمل في درسنا القادم.